اضرب حكي سواء اليوم سواء غدا والاضرب ولا بدا واليوم سواء غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم السوحي الناطق الرسمي باسم التنسيقيه النقابيه لشركه ميكومار الاسماعيليه. تيجي هذا الاضراب المفتوح في اطار تعبير من التعبيرات النضاليه نتاع الطبقه العماليه اللي بدات بوقفتين احتجاجيتين. من بعد الوقفتين يعني تلقينا طلب نتاع اللقاء من طرف السيد الرئيس، ناقشنا فيه جميع المسائل يعني باستفاضه، وهذه المطالب كلها تتعلق بالاساس بالملف. هذا الملف المطلوب يتعلق بتفعيل دفتر التحملات بالاضافه الى تفعيل محضر اتفاق ما بين التنسيقيه النقابيه وشركه ميكومار الاسماعيليه المؤرخ ب 13/10/2020. تم الاتفاق على جميع النقاط، وخذينا وعد بانه صباح يوم الاثنين غادي يكون محضر الاتفاق الرسمي اللي غينقصوا سوى الامضاءات نتاع الجهات المختصه اللي هي شركة ميكومار الإسماعيلية والتنسيقيات النقابية. إذ نفاجأ بأن المحضر أو مسودة المحضر ما جاتش، في حين أن تلقينا واحد محضر استماع اللي تلقيته أنا شخصيا كناطق رسمي باسم التنسيقية بحضور مفوض قضائي، والتي يقول أنني تنسيق الشركة، رغم أن الفيديو اللي تيعتبره هما كدليل إثبات ما فيه حتى شي حاجة تنسيق الشركة، بل فيه شيء واحد ووحيد وهو المطالبة بتهيئة المرآة البلدي. تحدثت كذلك عن صحفي وعن أنني أدخلت صحفي، أنا لست جهة مختصة بإدخال الصحفيين. إدارة شركة ميكومار الإسماعيلية عندها حارس أمن خاص، عندها كذلك إدارة ديالها، ربما تكون عندها كاميرات إذا كان دخلته أو شافوا إلى غير ذلك. لهذا المطالب ديالنا هي مطالب واضحة ومحددة، تفعيل دفتر التحملات وتفعيل محضر الاتفاق. دفتر التحملات راه هو اللي ممضي ما بين شركة ميكومار الإسماعيلية وجماعة مكناس، فيه مجموعة نتاع النقاط اللي بقى اللي تنشوفوها حنا بقى أنها ما تفعلات، بحال وسيلة النقل، بحال الملابس أنها تجي في الوقت المناسب ديالها، بحال البلايوز اللي جاية وحدة قديمة، يعني مجموعة، بحال المنحة نتاع العمرة، يعني مجموعة نتاع النقاط اللي بقى إلى حدود الساعة ما تفعلات. كذلك محضر الاتفاق أبرمناه مع الشركة، وهناك مجموعة من البنود أبرمناها في 13/10/2020 إلى حدود الساعة مازال ما تحققت فيه مجموعة نتاع المطالب. اولا باسم التنسيقيه وباسم عمال يعني ميكومار الاسماعيليه نقدم الاعتذار للساكنه الاسماعيليه، ولكن داكشي اللي تنشوفوا فيها من الحب، وداكشي اللي تنشوفوا فيها من الاحترام، وداكشي اللي تنشوفوها من التقدير لنا، اكيد انها ستساندنا في مطالبنا العادله، لاننا حنا كنا دائما مستعدين ودائما متفانين في جعل مدينه مكناس مدينه اللي هي نظيفه، وهذا الشيء تتبروا مجموعه نتاع المحطات عيد الاضحى كذلك تشوفوا السرعه، باش الحمد لله اننا تنحتويو يعني البؤر السوداء، وتنحتويو كذلك الازبال، كذلك ملي كان المعرض الفلاحي حنا ملي تكون الظروف العمل متوفره نشتغل بتفاني ونشتغل بجد. واقولها كذلك الان، أقولها وأصرح بها رسميا، أننا مستعدون لكل حوار جاد، لكل حوار مثمر، لكل حوار فيه مصلحة العامل. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.